حميد. أول نصيحة، انسى الثانوية العامة وانسى الجملة الشهيرة بتاعت ذاكر يا ابني عشان ترتاح لما تدخل هندسة. انت لما دخلت هندسة ابتديت المشوار، مش المشوار خلص. تاني نصيحة، افهم قبل ما تحفظ. خلال دراستك للكلية هتقابل مواد كتير هتحتاج فيها انك تحفظ، بس المهم انك تفهم قبل ما تحفظ، علشان اللي انت بتحفظه بتنساه، انما انت بتفهمه ما بتنساهوش، ويوم ما بتنساه لما بتحتاج ترجع له بتعرف ترجع له وبتعرف تلاقيه. فافهم كل حاجة في الكلية قبل ما تحفظها قدر المستطاع. تالت نصيحة، طبيعي تفضل مدة مش فاهم منين يود على فين، بس اوعى تحبط بدري كده. دي مدة طبيعية، ممكن اول شهرين تلاتة في الكلية تكون مش فاهم الدنيا فيها ايه اصلا، وبعدين تبتدي الامتحانات وتبتدي تفوق وتبتدي تذاكر وتبتدي تحصل.